بس خليني بقى اجي لك كابتن حفناوي. يمكن الاعداد النفسي للفريق كان فيه مشكله. يمكن كابتن سيف كان بنتكلم في الموضوع ده اخر مره التقينا، ان فرقه بتخسر وفرقه بتيجي بتوصل فاينل وتخسر. النهارده انا عايز اعالج ده نفسيا، اخليهم يصدقوا انه يقدروا يكسبوا. عملت ايه يا كابتن؟ احنا اشتغلنا على حاجات كتير قوي، حتى جيرني خدناها انا وسيف والجهاز المعاون كابتن وليد وكابتن وائل، لكن اكتر حاجتين اشتغلنا عليها هو كيفيه التركيز على الاداء مش على النتيجه. الاداء مش على النتيجه، تمام. لان لو انا ركزت في الاداء النتيجه هتيجي. بالظبط صح. هو دايما النتيجه بتبقى هي النتيجه، يعني النتيجه اللي انت بتاخدها السكور هي نتيجه الاداء الكويس جوه الملعب. نعم. ودي كانت حته كانت محتاجه تظبيط، زي ما بيقولوا كده مايند سيت، ان انا ابقى نازل الملعب فاهم انا بلعب على ايه. انا ماليش دعوه بالارقام اللي بتتحرك، انا ليا دعوه بالتكتيك والاداء بتاعي، فبركز على البروسيس مش على النتيجه. الحاجه الثانيه اللي احنا عملناها كويس قوي الحقيقه السنه اللي فاتت، احنا اشتغلنا ان احنا نحاكي محاكاه الكريتيكال مومنتس اللي هي الاوقات الحرجه. فين بقى؟ في التمرين؟ في التمرين. احنا كان دايما عندنا الفرقه لما كان تبقى مثلا كسبه فرق واحد، فرق اثنين، فرق ثلاثه، اول ما يجي عليها كومباك وتبتدي فرقه هليوكسس او الجزيره تكسب بيحصل دروب، بنسلم. ودي كان من اكتر الحاجات اللي اشتغلنا عليها عشان نعمل محاكاه للسيتويشن ونخلي الفرقه تتعود ان يبقى عندها ثبات نفسي لما ده يحصل. بس خلينا اقول لك كابتن، التمرين مش زي الملعب عمره، يعني ازاي تقدر تعيش برضو اللعيب انه فعلا ده ماتش؟ دي كانت عايزه تعاون من اللعيبه برضه. كان عايزه اولا اللعيبه بتبقى عارفه، حسن طبعا فاهم، اللعيبه لازم تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه بالظبط. تمام. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان احنا بنعلي البار على اللعيبه. احنا بنغلس عليهم في التحكيم بره. حلو. فبيبقى محطوط تحت البريشر، بنحاول على قد ما نقدر يبقى محطوط تحت البريشر اللي هيقابله في المباراه. بنوصل اللعيبه انها الاوبوننتس لما يلعبوا مع بعض هم زمايل بره الميه، بس جوه الميه اعتبر ان انت بتلعب معاه، ده الاوبوننت بتاعك، ده المنافس بتاعك، ابتدي اشتغل معاه على هذا الاساس. الحاجه الثالثه اللي فرقت معانا جدا ان هي احنا اتنقلنا من المنطقه اللي هي الانا لاحنا. احنا الجماعيه، احنا جماعيه، احنا فرقه بنتعاون مع بعض، مفيش حاجه اسمها انا بكتب وراك يعني. انا بكتب وراك. دول على فكره اكتر ثلاث محاور. طبعا احنا عندنا محاور كتير اشتغلنا عليها، لكن اكتر ثلاث محاور كانوا بالنسبه لنا مايل ستونز هم الثلاث حاجات دول. انت بتلعب على البروسيس والبرفورمانس مش على النتيجه، والسيميوليشن للكريتيكال مومنتس. تمام. حضرتك بتتغاضى عن الانا وتلعب جوه التيم ان انتوا كلكم موتور واحد، احنا مكنه واحده مع بعض. دول انا شايف، لا الله ينور عليك، دول بامانه كابتن سيف كابتن حفناوي، دول يحطوا اي فريق على الطريق الصح. الحمد لله. الله ينور عليك يا كابتن. يعني انت، انا بكتب على فكره وراك والله العظيم، انا بتعلم منك يعني، مش بامانه. الله يكرمك. النهارده انت، انا اقدر اقول لابني وبناتي والولاد اللي بقابلهم ان انت عايز تتغلب على الروح الانهزاميه اللي بتقابلك، ركز في الثلاثه دول. طبعا. تقدر تعدي الاتيه المرحله دي. واولهم واخرهم، ودي حته مهمه جدا، انت احيانا لما بتكون بتفهم انك بقى عندك ادوات اكتر من الناس الثانيه، محتاج قوي انك تتوكل اكتر مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندك يقين انك بتاخد بالاسباب ان ربنا هيوفقك. اشكرك يا كابتن، كلام 100% محترم.